عرفت انك حزينة على سندس قوي. صاحبتي يعني هي صاحبة قوي؟ كنا اخوات يا ابوي. ايوه انا كنت اشوف تخش وتخرج كده بس ما كنتش عارف انها صاحبتك للدرجة دي يعني. الله يرحمها. يعني سرها معاكي؟ سرها كيف يعني؟ اقعد يا دور، اقعد يا بنتي. شوف يا دور، انا وجدك وجدودك كبارات الجزيره دي من زمان، ودي اول مره تحصل في الجزيره جريمه القتل دي. وفي وشي لو انا ما عرفتش القاتل ممكن الحكايه تعدي البحر وتوصل المركز، ويبقى اللي عملوه جدودك ضيع ابوك. طيب وانا في يدي ايه بس اعمله يا ابوي؟ يعني لو تعرفي عني حاجه كده قولي لي، يمكن اللي تعرفيه ده يوصلني للقاتل. وانا يعني لو اعرف اقوم افضحها؟ لا تسكت، والقاتل يقتل تاني ويغرق تاني ويعيش في الجزيره مطمن، وابوك هو اللي يتغي. بعد الشر يا ابوي. عارفه ده معناته ايه يا بنتي؟ لو انا ما وصلتش القاتل كان انا كمان اللي قتلتها، وربنا هيسالني. يعني انا ما اعرفش حاجه، بس كل اللي اعرفه انه يعني انه قلب سندس كان متشعلق بحد كيف كل البنات. كيف كل البنات؟ قلبك متشعلق بمين هذول؟ ولا حد والله يا ابوي. ماشي نسيب القصة دي لبعدين. قولي لي قلبها كان متشعلق بمين؟ ما عارفش. ذنبها في رقبتك ليوم الدين. وهو يعني اللي قلبها كان متشعلق بيه ده هو اللي قتلها؟ خيط يا بنتي، خيط في شبك، خيط يريحني. ولا يعني امشي في الشوارع واقول سندس كانت هتعشق فلان؟ هي حين يا بنت، هي حين اعمل معروف. انا هدور بنفسي. ها مين؟ ها قلت مين؟